بالنسبة لموضوع الفرق بين التعليم والتعلم، هناك فرق كبير بينهما، رغم أنهما قد يصبان في مصب واحد في النهاية. فالتعليم هو عبارة عن تلك الدراسة المنهجية المنظمة التي تكون وسط مراحل دراسية محددة، تبدأ في بداية السلم التعليمي من مرحلة التعليم الأساسي وتنتهي بحصول المتعلم على درجة علمية. ممكن يحصل ليسانس، ممكن بكالوريوس، ممكن يكمل يواصل ياخذ ماستر لغايه الدكتوراه، هنا انتهى السلم التعليمي. لذلك يسموه سلم تعليمي. حديت الدكتوراه خلاص ما عادش في بعدها السلم التعليمي وقف، ولكن التعلم هو عباره عن مفهوم صراحه اوسع واطول مده. التعلم هو عباره عن اكتساب خبرات جديده وتعديل خبرات سابقه والاستفادة منها في الحياة مستقبلا. فنحن نظل نتعلم من المهدي إلى اللحد. طبعا هذه قاعدة معروفة، الإنسان حتى خذيت الدكتوراه وخذيت شهادات علمية وخذيت درجات عالية، لكنك تظل تتعلم، تتعلم من الحياة. ممكن تتعلم من ابنك، ممكن من بنتك، ممكن من زوجتك، ممكن من زميلك، ممكن من حتى طالب عندك. أحيانا لما عنده معرفة وعنده معلومة أنت ما كنتش تعرفها هو أضافها لك، إذا أنت قد تتعلم حتى من طلابك، وهذا هو اللي صاير الحقيقة. فالتعلم طبعا من المهد للحد، ما يوقفش عند عمر معين وينتهي بانتهاء حياة الإنسان. التعليم يعتبر جزء، لما نرسم دائرة كبيرة نقول أن التعليم جزء، خلاص أنا خديت الدكتوراه انتهى السلم التعليمي، ما في حاجة ثانية بعد. لكن التعلم نقعد نتعلم، وأنا بروف وأنا أستاذ وأنا وأنا عمري 60 و70 و80 لغاية ما ربي يقدر لي أني خلاص انتهى عمري، يظل الإنسان يتعلم حتى يموت.